وعليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. سنشرح لكم هذا التطبيق وسنسحب أمامكم، نضغط على هذا الرابط هنا، ثم سيحيلنا إلى هذا التطبيق. هنا تحمل التطبيق من بلاي ستور وتقوم بالتسجيل فيه، يظهر بهذا الشكل هذا التطبيق يظهر لك. سنريكم طريقة التسجيل بسيطة، طريقة التسجيل أصدقائي حينما سيفتح بهذا الشكل، ولكن طريقة التسجيل راه سهلة أصدقائي. وتسجل أصدقائي تظهر لكم هذه الصورة، تكتب أي اسم هنا أي اسم، ثم سيفتح لك التطبيق بكل سهولة. ثم من بعد تفتح لكم هذه الخانة بهذا الشكل، ثم تضغط هنا بهذا الشكل هنا في هذه المنطقة، ثم ستظهر لكم هذه الخانة، ثم تضغط على 125 هنا بهذا الشكل، تظهر لكم هذه الصورة، تضغط على هذه الخانة، هذه الخانة تظهر لكم هذه، تضغط عليها كل يوم تأخذ بعض النقاط، ثم تفتح التطبيق من هنا. أنا عندي 145، تضغط هنا على هذه المنطقة هنا. تضغط هنا، الهاتف بطيء نوعا ما أصدقائي، حينما سيعطي تظهر لك هذه الخانة، تضغط على هذه أول مرة، تضغط على هذه، الهاتف ثقيل أصدقائي، ننتظر حتى يفتح لنا ذلك الخانة، ننتظر. عندما تظهر هذه الخانة تضغط هنا بهذا الشكل حتى يعطوننا أن ندخل، لأن الهاتف بطيء أصدقائي، بطيء. هذه الخانة هنا ننتظر حتى يعطوننا، أصبح ثقيلا هذا الهاتف، ثقيل جدا. أنا أصدقائي إذا أردت السحب تضغط على هذه، إذا أردت أن تأخذ النقاط تضغط على هذه، ستفتح لك هذه الخانة. عندما تضغط للسحب تفتح لك هذه الخانة، ثم تضغط على هذه بهذا الشكل هنا، نضغط على هذه، ننتظر حتى يفتح لنا. الهاتف أصبح بطيئا أصدقائي، عندي 145 من هذه العملة. تضغط هنا كيعطيوك هذه المنطقة، هنا كدير الواليت، هنا كدير العدد. سنضغط هنا حتى يعطوننا الحد الأدنى هنا، الحد كم، ننتظر حتى هنا 145 عندي. ثم سأخذ العقد، أذهب وأخذ العقد من هنا من الواليت، هاي ترونس واليت، كاين واحد العقد، أنا نوريكم طريقة كتابة العقد. من هنا تأتي إلى هذه الخانة هنا، تضغط هنا وتكتب كا إن، كتطلع لك هاي هذه، كتكون هي أولا كتكون هكذا. عندما تريد أن تفعيلها تضغط على هذه وتضغط عليها هكذا، وتنسخ هنا الرابط، هو هذا العقد بكل سهولة. ثم سنرجع إلى التطبيق، ثم ننزل هنا الرابط، ثم نضغط هنا حتى يعطينا كونفيرم، ننتظر حتى يعطوننا، هو ننتظر أمامكم أصدقائي، يعني التطبيق راه صادق، وتجمع هذه العملة وتبيعها أو لا تحولها، ننتظر حتى يعطوننا، ننتظر قليلا. قد قمنا بالسحب أصدقائي كما ترون هنا، سحبنا سحبنا من الموقع، حينما يصلني
سأشاركه معكم في الفيديو القادم إن شاء الله، وإما سأقوم بفيديو قصير على شورت، يعني إذا يكون وصل للمحفظة. أنا لا أعرف كم من الوقت بحق إنه يسحب. انظروا أصدقائي، وصل المبلغ في ثواني، وقد وصل والله في ثواني، والله شيء لجميل، هذا شيء رائع يا أصدقاء. وصل السحب في ثواني، 145 وصلت الآن كما ترون أصدقائي، يعني بدون أي منازع وصلنا السحب بسهولة. لكن 145 ها هي وصلت، رأيتم؟ يعني مازال أنا، يلا ها هو وصل، يعني إذا صادق. وشكرا للجميع.